السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في منطقة اسمها كراري بين تانجا وبين منطقة تانية اسمها بنجاني. وشفنا الأطفال دول قاعدين بيغسلوا الهدوم على ماء المطر اللي نزل في الأيام القليلة الماضية، وده جزء من الحياة الصعبة اللي بيعيشها أبناء البلد هنا في تنزانيا. الناس تعتقد ان تنزانيا فقط بلد سياحية فيها سفاري وفيها حيوانات وفيها اشياء جميلة، لكن دي فعلا الحياة او جزء من الحياة الصعبة، ان الاولاد بيحيوها وبيستطيعوش انهم يروحوا المدارس عشان يتعلموا. النداء بالنسبة لنا هنا ان احنا لما نأتي لبلاد زي كده، حتى لو جينا نتفسح وجينا للسياحة، فلا بد ان احنا في جزء من حياتنا نتذكر معاناة هؤلاء الاطفال والنساء اللي هم بيعيشوش في المدن الكبيرة، بيعيشوا في القرى، ودي حياتهم اليومية او جزء من حياتهم اليومية الصعبة، زي ما احنا شفناها في المدارس اللي احنا شفناها من ايام، وفي المدارس وفي البيوت اللي احنا شفناها، وفي الطرق، وفي عدم وجود المستشفيات الى اخره الى اخره الى اخره. بالنسبة للشباب اللي بيتكلموا عن التغيير، بيتكلموا عن الثورات، بيتكلموا عن حاجات كثيرة جدا، ان اردتم ان تغيروا فهنا مكان يصلح للعمل الشاق للتغيير، وافريقيا هي الاصل في العمل دلوقتي. احنا اهملنا افريقيا كثيرا، اهملنا افريقيا كثيرا، اهملنا افريقيا كثيرا، وعلينا ان احنا نرجع مرة تانية لافريقيا. هنتفرج دلوقتي على لون المية اللي هم بيغسلوا فيها الهدوم. شايفين هنا في لون ابيض شوية وفي لون بني، لان دي كل ده ماء المطر اللي احنا بنتكلم عليه في الاماكن دي كلها. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انتم يعني تأتم هنا لتحاول انك تغيروا شكل الحياة لهؤلاء الاطفال. والتحدي في افريقيا هو التنمية، التحدي في افريقيا هو التنمية، التحدي في افريقيا هو التنمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.